يا عم في نفرين، مين اللي قال لنا احنا بسنا؟ هم يا راجل. يا بتصدق هنا الشكل صح؟ اقول في نفرين في الترسات. قاعد جواها يعني؟ ايه اللي مدلدل ده؟ بص بص ها مدلدل اهو. اه يا عم مدلدل. اوعى 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 في عيل في المساك، عيل في الترساك. ايوه اهو عيل اهو 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 راسه مدلدل تحت اهو. لا حول الله. من يدي يا ابويا يا دي والله صح. ايوه ايوه عيل والله. ايوه ايوه فتنا في الترساك. طيب حد يشوف من عند الاصحاب يا ابويا. يا ابويا لسه الدنيا لا اله الا الله. في عيل يا عم اهو. في عيل والله يا جدعان. يا ابو عيل عيل يظهر معاه. يا جدعان في عيل صحيه. طب يا ولية هات الملوية يا صاحبي. المطاف فين؟ الله يقطع المطاف ويقطع صعيدي. والله في عيل قسما بالله. استر والله في عيل على حرم التاكة. يا ريت عيل ونفر معاه. لا حول ولا قوة الا بالله. يا عم انتوا ايه؟ يا ناس ارحمونا شوية. هترجع شوية يا عم. يا عم في ناس قاعدين في العربية وكل ما تولعت. يا ناس ارحموني.